أولا المنصورة دي المحافظة اللي أنا بنتمي ليها. هو وطن يعني إيه؟ مصر يعني إيه؟ مصر تبدأ بقرية بشالوش، تكبر شوية تبقى مدغم، تكبر شوية تبقى دقالية، تكبر تبقى مصر. فمسقط راسي أنا وأهلي، ودي دايرتي الانتخابية اللي أنا الحمد لله اتشرفت من 95 بنجح فيها. 95 بلطجة الحزب الوطني، 2000 الحمد لله ربنا وفقني، 2005 بلطجة الحزب الوطني، 2010 بعد ما اعلنوا نجاحي من اول مره احمد عز المزور، تاني المزور غير النتيجه، اللي هو ما عندوش ريحه الدم، اللي هو مش عايز يحترم نفسه، اللي هو انا رحت شفته في السجن، ما كنتش رايح له، هو كنت رايح زياره لصديقي العزيز اللي ظلم اسامه الشيخ، لقيته هناك كان بيعيط بيبكي زي النسوان، يقول نفسه يطلع ومش قال يعني كده بالحرف، هروح اقعد في التراب. ارجع التراب، انت اللي زو، انت السبب في اللي حصل كارثه 25 يناير، انت السبب فيها، انت السبب في اللي مصر بيحصل لها من 25 يناير، لانك انت لما زورت الانتخابات من الجلده للجلده في 2010 كل الناس بقت مش طايقه النظام، وكل الناس بقى، انا فاكر قلت الكلام ده في 17/12/2010، وقلت له يا مزور، مش هقوله دلوقتي، انت وصفوت الشريف. فكنت اتمنى انه يتوارى خجلا، هو بعد بلطجية الحزب الوطني، لكن في ناس كويسين في الحزب، لكن في ناس بلطجية مش عارف نازلين تاني ليه.